أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لو قرحت بدن لأيك وحيرا جلكي وناس جنال ميل بعدهم كجوبتان إنا يبو ذاها فما تقبتان أرجينا فضلا ذا جنكي وكو عصبتا وحكا عدسان ناس بسكرابي سارتو هذا هو اللي جوب جرتين وقاك الله التي سارتا إلا بنا قبلك قرطة سي فيديو بأسو فيديو كوك صور عمو باون رفتا وذاها وبهر رأيو أدي هذا ما تسنتين هذه اللي سوونا كسنا مر بين صحتان كومنتي دين قرحت بدل التوين كي دير بين سوجرة جزاكم الله خيرا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مركل أي مقال قال عصب أي مركل أي قصة قال أنت عصب قصة ديني أنت وجود قال مركورا قصة بين النبيين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عد كي مقلسين عملنا ترتيب واي إن أي وطلقات جري والكل هردو يا عيالك كل وي هرديان مرك وقتك اللي جانس كل أفراق لا يقصد هو فيديو واي إن مرك ساس أقصد ده لما فانتين مقالك لايك بدن هلا صاروا أصحابتي إنه مشارك ريا إن قصة ما أنت أيدي مدن مرك أنا ما يستان كده بحين كنت ريكينا أكو عبير إنسان إقلت كان كبدان كدعي قفك وجهري إن مرك أستن بيجي سلاها قبتكم تكانوا ولا وداك قصدان طبعا رتو حيكد عدي ودن كورتنا حيكد عدي انت انا اقود قل مركورا اقو سلم نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قصدان طبعا رتو حيكد عدي ودن كورتنا حيكد عدي نوحي قود عدي قبر لغو مقعاوة سعاد سعاد وحي هيد قبر مركاس افرطان سنو كسو قارتي قبر نماء دلن يرني مديدي إلا اي افرطان سنو مركي اكسو قاريسي وح مركاس اينن اه مصودونانين أما هي راضونين على يراها هذا أما نين وعيلها هذا يعني برجيه دقف بين أهدنا وسوق الدمي وقبل أسرع دينا يوم ملحين مركي إيداد أفرتن كأي كارتين السدوا كلنتو قبل أم حي أهد إن قبل كلي إفهمي كان إليين وحين أهد عروض كوريا وحنا كوضع يري راويل الكل يقدنا وحي وضع هاين ضد رير الوضع له إن عرور له فميل له أي هاين هل ويل كلي أي كوريا سنجل كأويل كاسمه حلو مجابي عبد الرحمن. عبد الرحمن مركا وحو كشقي سنة ودنك عمان يودنك الكويت متقود مي عملينا إنه كشقي سنة إلى بعض الوطن كل واحد قلدن تاع هذا ما قانه وصبر حق قلدن فاتين عمان مساء الكويت متكمل هواء أيوة الكاس كشقي سنة ماشى صح وقع كان عسي وحيا باص وفرنا وكشقي سنة حلي هذا فصحى أيوة والدين تي سعيدة كيسي وإما جري بوقش عن سيارة أو تقانا مركو حاد عادي قبل مركي أفرتن سنة كل إيكو جارتي دت كي درس كوس أكتين دك درس كه محاقو ده هدي قبل دي نقص الوكورس ده أيضا ير الكورس وحال لي هاي محي وردي سب محي وكورس ده يبي يرتا هدي أي وين هات نحال لي إلا أي هاد بوم يسوع وري نحفل سا هدي المدلو يسوع حلو لي ما نشوا هدي نشوا حلو لي محا عيوب نشاي مركا بين آدم كأفكار ده ملحة كمان كرو ما وفي عن مالهران لوير إن بين آدم كجانا عمرنا نارنا عمرنا مرك واحد عذيب سعات هو ذي إسلامي حافظها إيه مرك عصية صاحبها هاين إني كل هاي قبل ويكوينا تي أفرتن سنة كو جرتي إنتان كبنا قف كجور سنة سماله بلو حال غيابا إن إل أما محيه تو إيه السحر وحياباس إيه هايان إن جيم يلا قرآن كلو سارو سيقبل لغو قرآن سارو وإلهي نفرش كو غفرو ونكا غرسدو كبدا هديل غا غرسواي يعني أفرتن سنة قرية كي جوكتي محي عليس كويس أفرتن كاس سنة صوبتا أدري ميسد محي تا عليس سيدو كلا انتنا عربت عادة وحي ليهين كبدا ومارك هرا إن إيه بنعبهين من الله إيه ونعبهين كبدا أيضو كبر نعبكي وكجر أيا واحد هذا كبدا أفرتن سنة قرية وكويرتي إسلامتي مركي هذا الذي لقى بدي وحيس ده هذي لعل محو هاي وحاب الغيابة إنو إلهي فرج وفره إيه بالجيم يش قرآن صار كأننا غوت المامي أو شيخ أها أو قرآن كدت كسار دت كجنية ذا هي دت كإيش هي صوت دت كأفك هاي أو جنية كسار لوكي إنك أصلها قبل يا مركو حلو قبل الله إنه قرآن صاره مال والبوا لوكي نا قرآن كاسو صار أي مال والوك سوت كاي مال إسلام تعالى جوجي سي إيه مركو حاد عاد إن متأسف قرآن كله وذا كتبنا إنك قرآن كقبل صار أي أيا وحلو كلها قبل رحم كذا هي سحرا أو سحر لوحري يعني السحر الله سميستي وحانا لغا سحري قيب ترحمك أما منك المقالين كسا أطقانان وسحرك كوحري هاي وحمل باهين هاي سحر كاس إن لغا فرفره رحمك هذا هديك العمر قيد انت قد ما تساني قد ما يساني سا إني إما تموغي لغا ما يابا إنو نين الباب كاك سوكر كراعو وكلو قبدا سعادة ربا أهكو ترتدى الله هاي ها
habeenkii xal ayay ka tahay marka waxa qasban taalla in aan maalin iyo habeen quraanka lagu wado oo gudana keento islaantii awal buu ogeydeen inay iska dudsaneyd oo hadal kala dudugan dadka ay dhahayeen oo dadka ay maxay tahay tashwiish ay ku furaayeen haddana ninkii sheekh ahaa wuxuu dhahay gabadhii rahimka ayaa kaaga xiran ee sixirkaaga xiran marka gabadhii marka waxaa lagu bilaabay in sidii ninka loogu wadaayo tahliil la siinaayo quraan la saarayo habeenii maalin la wado la sii wado la wado la sii wado ayad waxaas raali kuma aan mar booyadeed waxay leedahay hooyo wax walba nasiib waayo wax walba qadar waayo leedahay ilaahay haduusanba ii qadarinbo in lay guursado waxay tiri waa isdahlinaysaa ay tiri hooyo ee igada laakiinse islaantaaniyaa warka dhaadhicin kara waay gabadhi sidii u waday waxaa dhacday marka muddo markii ay saas uga soo wareegtay gabadhii inay xanuunsatay way xanuunsatay gabadhii way xanuunsatay way xanuunsatay islaantii gabadhii waxay ola oraday isbitaal gabadhii markii la baarayna waxaa lagu arkay inay uur leedahay سبحان الله يعني وحا مقلي جري ان كودك كور قنجو اغوري اهيد اول وحي ارادني سينين ان اي كبدي كترتو اي اسك استرتو لكن سهد اور ايا صوب حي كبدي دي او كبر اه مو ان لقبن او نين ان لشيكي سنين يعني ومعجسو يدباتو اي نحنتي او حميد وان اسلانتي وحي تري ليتني 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 كبدي يالا صغر دي قرية كانتاي كبدي يالا قراعي والا طمي نايا قوري نايا محيهتو نجركا قو ديبتاي يا ناسان قو قلاي موحا قوك سنويسي انو ننكاق ايمانا يو محا قو قدعي هادا كبدا مسكين وحا اي سميسي مالا ايدا نفتر كيادا وي شوك سنتاي اور كان سيدا اي قو قاداي ayay bal yaaban ta marka sabxay tir hooy aaminay tir aniga wari kee tir nin inuu iso dhawaado oo wax iga soo raadi iska daayay tir korkeega xitaa waxay raad bilaa iskeer sanan uma qaban ee ii aamina yaa ka aaminayay wiilashii dayi waxa ku dhig badiya bag ii xabad loo tumay bas marka sabxay tir hooy aniga nin yaani ka sokeeyay ma lahay tir ninka aniga quraanka isaaraayay tir mararka qaar waxaa laga yaabay tir in xitaa asaga oo quraanka isaaraayo markii uu tahliisha isiiyo inaad iska hurdaayay tir oo aniga dhan aan suuxayay dhahday ee ninkaas inuu iyela maleena cidii waa baxeen ayagoo dudaya ku dhahay ninkii aan meeshiisa loogu togay ii xabada loo soo tumay markii la tumay ninkii oo la garaacay oo nasliga laga qaaday arintii booliska ay gaartay booliskii aan ninkii wadeen kadibna waa la wareystay waxaa la gabadha adiga ma saas u yeelay sheekh hadda booliska way yaqaanaan sida qofka bini'aadanka sirta looga soo saaray iyo runtaba looga sheegsiiyo ninkii calaahay taxal dambigiisii waa uu kartay ee sheekh isku sheegay ee sheydaanka ahaa gabadhu wuxuu uga faa'iidaystay islaantan hore ii gadaal u sii wado oo leh nina u rabaa nina u rabaa markaas wuxuu isiri ka faa'iidayso laakiinse xayawaanimadiisii waxaa ka hoos baxday in gabadha uu uur ku imaan karo waxaa laga yaabaa inuu iska dhaadhiciyo gabadha 40 sano ay jirtaa lagama yaabo inay uur qaado laakiinse ilaahay marka uu ku kashifaayo ceebtaada banaanka soo dhigaayo siyaabo badan oo fudfudud adiga isdeen way ku soo bixi kartaa ceebtaada ilaahay banaanka ku soo saaraa marka ninkii asagaha waa la xiray markii la xiray gabadhii saacad ahayna waxay dhahday aniga waalidkayga ma raacayay tiri way idilayaan kow ee iga siinaya waa qofta ayada la dulmiyey in tacadiga iyo kufsiga iyo dhibaatada iyo garaaca loo geysto waa ayada haddana waxay ka cabsanaysaa in waalidiinteedii ay kow ka siiyaan in nafta dhaafsiyaan sababtoo ah awalba ceeb ayay ku ahayd gabadhay ahayd ceebta labaad waxay ahayd ayadoo 40 sano gurigoodii ku gaartay ceebta saddexaadna waxa waa ayadoo aanan la qabin nin kale in uu yacni markaas gabadhii u tagay tagitaankii markii laga soo tagana haddana uur ayay leedahay yacni ceeb meesha ugu xumeed ayay markaas ayaga taagan yihiin ma fiirinaya gabadha qadaraa ku dhacday inaa saas u yeelay ama ninka ka cad goosta intaas dhan lagumaba fikirayaba gabadha calaahay taxal waxay tiri aniga waalidkayga ma raacayay tiri ma ku kalsooniya dhahday gabadhi meesha looga soo tagay waalidiintii gurigii imaadeen iyo walaalihii carabta marka waxay leeyihiin caado ah gabadhooda ama gabadha guriga laga qabo ama gabadha yacni kinnada ah ee guriga laga qabo iyo tan la qabab oo gabadhooda ah hadii gogol dhaaf ay sameyso ama la qufsado ama la xoogo waxay doontaba ha ahaata hadii nin kale horta uu xiriir uu la sameeyo familkaas way ceebaysan yihiin gurigoodana waxaa laga taagaa calan madow waa laga taagaa calankaas madow wuxuu ka turjumaa in reerkan ay ceebaysan sababtoo ah ceebtii xaafadii oo dhan iyo magaaladiina waa ay gashay calankaas madow taagan yacni saa hore idinkugu sheegay wuxuu ka turjumaa ciddaan inay ceebaysan yihiin ceebtaasna waxa ay ku degi kartaa laguna tiri karaa waxay tahay
gabadhaas oo la dilo markii la dilo kadib calanka madawga ah waa la dejina waxaa lagu bedelaa meeshii si calan cad yani caadadaas ayay leeyihiin carabta waxa markaas ay ka turjumaysaa calankaas cadaanka marka la saaro in familkan sharaftii ayaga markii hore ay lahaayeen ay u dhashteen ilaah u dhaliyay in yani maanta ay ba sharafta ay heystaan ay soo hooyeen ay ba yani ka saameyn badan tahay ay ka weyn tahay ay ka qiimo badan tahay بس gabadhii sidee lagu dilaawaa sidee wax lagu sameeynaa sidee meesha looga soo saaraa waa weydiiday familkeedu waxay dhahdaa aniga ma aaminay walaa aabahan aaminayn walaa hooyaana aaminayn walaa wiilasha walaalahayaana aaminayn inay tiri meeshaan aniga ma ka baxayeen hada qolada amniga ayaa ahay ee gabadha sucaad ahayd kadib taa hore idin kugu sheegay waxaa jira wiil yar oo markaas 24 jir ah cumaan iyo kuweyt midkood a joogay ee meeshaas ganacsi ku sameynayay wiilashii sucaad la dhashay wiilka cabdiraxmaan ahaa iyo waceen waxay ku dhaheen sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad kusoo gaartaa wadanka urdun oo wadankaagi dib ugu soo laabataa dhammaan ganacsii iyo alaabo wixii kaa yaalayna wadankaas waa inaad soo wada aruurisaa waa inaad soo wada xaraashtaa lacagtaada jeebka aad kusoo shubataa sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad kusoo laabataa markaasaa wuxuu ku dhahay cabdiraxmaan sidee wax u jiraan maxaa dhacay qof maa dhintay musiibo maa dhacday yacni wuu yaaban yahay wax loo sheegi weeye mala kaliya soo baxaa warka looga bilaabay looguna soo dhameeyey wiilkii markii sidaasi la dhahay alaabtii iyo wixii meeshii ka yaalay oo dhan uu soo wada xaraashay wixii deemo oga maqnaay oo soo arurursaday isla markiina waxaa ku dhahay diyaaraduu kusoo dhacay wuxuu kasoo degtay wadanka urdun guri haddii uu sidaa usoo galay maxaa arkaysaa islaantii oo meel ku ooyneyso odaygiio waxaa ku dhahay ciil cunaha kala go-san yihiin wiilashiio iscunaayo waxaa ku dhahay hadalkaba kala qaadan la uu guriga uu soo galay wuxuu dhahay maxaa idinku dhacay sidee wax u jiraan maxaa qaldan waay bal wax ifahansiiya u dhahay maxaa waay markaasaa wiilka weynaha wuxuu dhahay anaga ceeb meelaa marno adduunka malaho haddii aan bannaanka u baxno waxaana leeyahay kuwii ceebaysnaaday kuwii gabadhoodii saasay hedday ana le ee maxaa dhacay fahansiyo yiri gabadhii walaashaa ee sucaad ahayd waa ogtaa soo maan haawa maxaa ku dhacay markaasaa wuxuu ku dhahay gabadhii uur ayay leedahay wayna ceebeysay calanka madowaa noo taagan calankaasna in la dejiyo oo calan cadaana lagu soo bedelo markaasaa wuxuu ku dhahay haddii eeba sidaas tahay waayaa idinka u dili weyseen sababta ana ila sugeyseen maxaa waaya qofta uu saas leeyahay waa walaashiisa waa qofta asaga dhinac kasoo korisay oo dhabteeda ku heysay oo sinteeda ku heysay yacni dhinac kasoo qaata waa korismadii sababtoo qofta 4 sano jirta isagana hadduu 24 sano jiraa yacni markii la dhalaayay qoftan dadkan u wada tashanaya ee raba inay cunaan way uga soo horeysay gurigaan meesha ay walaashood garab istaagi lahaayeen ay dacmin lahaayeen ayaa waxay ku tashanayaan adiga maxaa u dilweysay adiga maxaa u dilweysay adiga wuxuu leeyahay meel ma tagi karo meelaha lagu qaxweyahay ma aadi karo sharafteedii wasaqaysan tahay dharkeeyiiu wasaqaysan yahay meel walba anigaa laguga sheekeysanaa haddii gabadhaas la dili waayo leeyahay aniga ayaaba isdilaayabo marka wiilkii cabdiraxmaana wuxuu dhahay waaye hadda ani maxaa ii wacteen oo ii garabteen waaye maxaa lay wacay waxay ku dhaheen gabadhii sucaad ahayd wayna diiday inaga inayna soo raacdo adigana qof ku og malaho inaa wadankan hadda aada joogtid oo urdun dib aa ugu soo laabatay yacni waxaa lagu qeybaa inaa ku maqan tahay wadankii hadda uu ka yimid waa uu ganacsiga ku haayay marka annaga sucaad waxaa kusoo bixinayna ay dhaheen in aan soo wada saxiixno aabo hooyo ilaa iyo wiilasha xibnahooda kaleento inay soo wada saxiixaan gabadhaas korkeeda tixsi saaran in aysan ka biibinayn yacni waa damaano waaye warqadaas haddii la saxiixo korkeeda gabadhaa ma taaban karaan marka waxaa la adiga kuma jirtid dadka warqadan saxiixaay adiga guriga noo joogaa la dhahay annagaa soo saxiixina gabadh waa soo bixinaynaa kadibna he jidkaagaa ka qaadanaysaa camal noo jidkoo kuu nadiifina wax kuu yaala malaho si raaxa la ku maro waay laakiinse waxaa la meesha diidiin loogu tashanaya ilaahay ma joogo waay calaayad xaal wariyaan idinku daalinne familkii ay gududayaa la israacay waxaa la aaday stationkiyaa la aaday qeybtii amniga ahaa ee gabadha lagu haayay aadeen waxay ku dhaheen gabadheeni waxaa rabnaa inaa ceshano wax walba way dhaceen in laga qaldan yahay in laga gardaran yahay intaasoo dhan waa ognahay marka annaga wax dhib ah ama wax dil ah ama tacadi ah u geysanayno gabadheena haba yaraatee ma jirto qofta la dulmiyo waa ayada marka waxaa rabnaa inaa gabadheeni guriga u ceshano marka waxaa lagu dhahay waa inaa warqadihi aa siixdaan idin sheegaya warqadihiiyaa lasoo wada dhigay dhammaantooda waxaana lahay warqadaan waa inaa wada siixdaa warqadihiiyaa laga siixday kadibna waxaa lasoo raaciyay gabadhii sucaad ahayd sidii ayaa guriga lagu keenay waxay ku aragtay cabdiraxmaan oo guriga uga soo horeeyay aad iyo aaday u farxday way isku duubtay way ku oysay waa gabar maskiina oo la dulmiyey
أول الدلمية أو أيضا ما تقبل تلو جستوى أو أباهن إن الجرب استوى أو أباهن إن يدلو نص أباهن واي مركي إيكو يساوي حيتري ولا لو عندي بعد ذا سالي كيستي أو إذا أبي ولا علي أنا مكو كرسون أنكره إيه وحيتر أنا أدي كلي أكو كرسون هاي لهذا إيه ولا لو والدك أنت أجي إلى علم كرتين هذا أجي إلى علي هذا إني سب يدلين أنا جدا بمليه مركز أو حلو كنا قف بين آدم أكو كتليسو أنا كدلاي مجرور هاي أنت أنا جي إفك جوجو أو إفك سارنا هاي قبل يعني ولا كده أدي أدي وجعلت سوا كلا تر مركي أو مغناي oo wadanka markaas ee qaliijka idin sheegay urdun kuweyd midowey ma qaanay oo ku maqnaa wuxuu soo diri jiray hadiyada oo soo jir jir yani waxa ahayd booskii hooyadii salaabad ay taagneed yani waqf asaga ee saxaradiisa ee kaadadiisa la soo dhaqi jir waa ciyaar ciyaar ma aha gabadhi marka guriga jox ku noqotay ma bixi karto way cabsaneysaa markaas wuxuu dhahay jawiga ku soo bedela wada jiray wuxuu geynaa maqaayada hoogeena laga soo cunteeyo cuntooyin uu soo siinaa jawigu soo bedela wuu soo wareejinaa yacni gabadhii kalsoonidii awalba ay ku qabtay walaalkeed kalsooni ka weyn ayay kusii qabtay wayn aaminsaneed nafsadeedana way ku aamintay inta guriga wada joogto oo dhan yacni aabaheed dhalay hooyadeed 9 bilood iyo suga caloosh kusoo waday waxay uga kalsooniyay badneed walaalkeed cabdiraxmaan kaas muddo 2 isbuuc oo wiilkii ku dhawaad uu guriga joogo ayaa wuxuu ku dhamaad waxaa rabaa inaan aadno meel xeeb ah xeebtaas waqti kusoo qaadanayna wajibiga iska soo bedelanayna kadibna waxa uu dhahay buura soo mareyna oo silxeebta agteeda ah buuraas aan kusoo baashaaleyna maanta waqtigeena meesha kusoo qaadanay kadibna guriga kusoo laabanayna gabadhii sucaad ahayd aragtay ku farxday haydii walaalkeed way soo raaceen baabuurkii soo qaateen xeebtii aadeen waqtiga kusoo qaateen jawiga kusoo qaateen way soo baxeen markii ay soo noqonayna hore buurta usoo mareen oo wiilka sheegay buurihii ay soo fiirnaa yacni quruxdoodii iyo waxyaabahaas inay soo daadaawadaan banaanka iyo sida looga arkaayo yacni markii aad meel kor a saaran tahay qaybta hoose ee markaas dhulka aa fiirinaysa yacni quruxdoodii iyo bilcudoodii si aa usoo fiirsato markii buurta la imaaday ee baabuurkii uu joojiyey cabdiraxmaan ee uu dhahay sucaad ee soo deg sucaad waxbaa dig kusoo dhahay gabadhu way shakisay markaasaa waxay tiri cabdiraxmaan boo maxaa igu sameeyay rabtaa ee dhahday markaasaa waxa waxaan kugu sameynayaa buurahan aa fiirinayna markaasaa waxay tiri cabdiraxmaan oo qalbigeyga boo wax kaloo ii sheegaya tiri maxaa igu sameeyay rabtaa wuxuu dhahay waxma kugu sameynaya igu kalsoonaa lagama yaabo yar korkaaga inaad taabto markaasaa waxay tiri maya dhahda qalbigeyga wax kaloo ii sheegaya aboo waa ku baryaa gurigii ii waday dhahday yacni qisad marka aad dhegaysana wallaahi inaan beydii sheegay soomaaliya aniga dhan jiraca ayaa kacday xadiisaasi u kacday gabadhi way baryootanta waxay dhahday cabdiraxmaan oo aboo waxay dhahday guriga ii waday dhahday aniga qalbigeyga wax kaloo ii sheega markaasaa wuxuu dhahay aniga muku dhahooyo soo dad intuu soo wareegsaday albaabkii kale ee markaas ayada ay qaybta hore ay ka fadhisay uu furay gabadhii oo gacanta soo qabtay si xooga ayuu dhulka ugu soo jiiday markaasaa waxay tiri cabdiraxmaan amalka keliya aan lahaa ama rajada keliya aniga aan lahaa adiga u ahaayee tiri adiga maa hadda saan yeelaayee tiri haddii saan ay igu dishaday tiri adiga ima tiri ee kalsoonidaada ay dishay dhahda aniga adiga kugu kalsoonaa oo dadkaasoo dhan adiga aa kaga kalsoonaayee tiri markaasaa wuxuu yiri maxaa rabtaa inaa noolaato adoo abtii oo qof ah oo socoto maa rabtaa inaa noolaato annaga waxaa rabnaa inaa dadkeeni annaga asaageena ah inaa la googoosano adiga inta aa nooshaana qof annaga cadkeena kama dhacsan karno dadkana yacni madaxeena kor muba qaadi karno waxaa rabnaa madaxeena inaa kor u qaadno maahan madaxeena inuu hoos jiro mar walba waxay tiri walaalkay anigaa lay dulmiyey anigaa lay qufsaday anigaa tacadilay geystay waxay tiri ilmaha yarka caloosheeda ku jiray dhahda maxaa dambi uu leeyahay dhahday aniga maxaa dambi uu leeyahay tiri haddii aa run sheegaysiinay tiri ninka aniga sidaan ii kale maxaa u dili weysay iyadanaa qabsaday waa la xukumay sanadaa lagu xukumay xabsiyuu ku jiraayay tiri marka aniga maxaa iga rabteen markaasaa wuxuu dhahay adiga markii aan kuu dhameeyay kadib aa ninkaasan u dhameynaa gabadhii marka waxay dhahday biskool usoo baxsay biskoolad markuu saas usoo baxsaday xabad ugu horeysay qaybtaas dhunta oo dhaftay gabadh dhuntay saas u qabsatay ayadoo dhiig bixaysa waa dhuntay saas u qabsatay dhiig xalaq 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 leeyahay markaasaa waxay cabdiraxmaan oo abuuha ay dilinay tiri isbitaal ii qaaday tiri waxba kuumaystay tiri intaan hadda igu dhufatay xitaa waa ku cafiy abuu ii qaad ha i dilin waa ku barya ayadoo lugaha haysato oo baryootameyso ayuu 5 xabadood madaxa uga tiriyay gabadhii yacni waa qisaahati aad u xanuun badan waa walaalay quruxda badan leh iyo dhibaatooyinka faraha badan ee khaasatan wadamada carabta gabdhaha loogu geysanayo oo gabdhaha agtooda qiimo aysan uga lahayn waaye gabadhi markii uu sidaas u dilay ninka cabdiraxmaan ahaa
بورتي أيو كتوري كدبنا وصابحي وحو إما هذا ستيشن كي وإسليب وحو هاي ولا شيء أي سود دلي فملكينا ساود أوغيدين على كي مدوى والدجي على كعدان كأها أي لسوري يعني شرفتو دي مانتا ويسوع عشتين واسدش مرضى أسعد وقال أي وعد هاي نكي أسقى أهانا مدام وجريمة شرف وسمي يعني جريمة شرف على جريمة عادية أما ديلك عادية لما متهن وديل شرفت هذا أكو سوء عشاني سدواي كان ويلكين وحالو حكومة كلية ستح سنة ضوط كدب مركي وكسو بحاي إن حبسي إن ويلكي وحا كبقى ويسي ولا شيء سيدي بريو تميس مركي وحبضها كل فناي إن مروال بو وحو اسكو سيدايا إنو أغاد 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 لكي سوء أغادي إن قبدا مركي بلغة كرترنا ننكاس يعني و مسكح هذا كمان دوري وكدب سيدي أورك ويالي يعني محي تريسا واي شالايت محي تريسا حلي حلي يدي لو كتبي محي تريسا مركاسا ويلكي وحو قيلنا ولي يا هي شلايت دي هدي مانتا زمن كدا اللي يبو عليا مختي كدا اللي يبو عليا هاي ولا شي سعاد مديلي لهين يعني نكاس اي انت لها هدي حتى نكاس اي دلان واي انت لسو دايو هي دل اي او طبي قفكي دل واي ولا شو دي هلب كودي للدلمية اي دلين نسدح سنة كلية اي المقصو حكومة سبحان الله فالعياذ بالله الى سبحانه وتعالى ليك مسلين ورتك عانتين مقليو قاسة ليك انا وبت أدرن إجر كينا كسوق قاي سوى البو حنية حتى وحلا مر البعون جاجا إنا إله بريد أو يعني إله أقبرد إنه كوسو هنوني وضد الصحة ضاع وكوسو هنوني سراد المستقيم كو إله يعني أصار وكجيه أي إله لو بريا أي ما هن إنا نفتيس نافسة يعني قال كأو حب كو جيسنا نفتيس لوس آلا فكيف يعني قف مسلم أهدنا قف أدق أعد شيء يا بأي ذنب قتلت واي سبحان الله مرك ولا عليه يروح لبدا القصة دي مش شخص يقول أكتر سعات يحمل قبض نيد محاس ليدير هذا قلت كاسورة سعات أي ذنب يسكو جيستي مس إسلانتي إيه نك كذب ودي أي وجيستي كبدا مية على دلمية سنة والله ما كانوا حايلين بمرك بقال كني مش شخص يقول أكيا والسلام عليكم ورحمة الله.